مؤسسة مخزومة من المؤسسات الرائدة اجتماعياً، ولأنه التنمية الاجتماعية بتصير من خلال هيدي المؤسسات العدد كتير محدود بالبلد، طبعاً بلبنان نحن عم نكون موجودين معكم مشاهدينا بهدفنا الأساسي، وهو أنه نكون نحن وياكم على نفس الخط الشبابي. طبعاً نحن اليوم بنهاية شهر رمضان الكريم عم نكون بإفطار عملته مؤسسة مخزومة وجمعية بيروتيات التابعة لها، ورح يكون في لنا لقاءات مع السيد فؤاد مخزومي ومع المنظمين. مسيو فؤاد مخزومي، نحن اليوم موجودين بأواخر شهر رمضان الكريم، إنما عم نشوف إنه مؤسسة فؤاد مخزومي عم تعمل إفطار مثل ما قلت قبل شوي بيجمع كل الفئات وكل الطوائف، شو الهدف من هذا الإفطار تحديدا؟ لبنان طول عمره نحن بلد الثقافة والمحبة، كانوا يقولوا لنا سويسرا الشرق وباريس الشرق. نحن ما بيهمني بس بالشكليات، يعني ما في تقولي لي انه انت سويسرا الشرق بانه لانه في عنا نايت كلابز وعنا مطاعم. نحن سويسرا الشرق ونحن فخورين نكون ببيروت لانه نحن كان مركز الالتقاء تبع الثقافات وتبع الحضاره كلياته الموجوده فيها. لسوء الحظ السياسيين من ال 75 لليوم حطونا بموقع انه قسمونا مسلم مسيحي سني شيعي، هيدا الكلام نحن بنرفضه لانه نحن بنعتبر لبنان 4 مليون واحد، لازم نحط ايدينا بايدين بعضنا. اليوم بالوضع اللي عم يصير بالمنطقة مثل ما بتعرفي، اليوم في تغيير بالجغرافيا. لبنان الوحيد إلنا من سنة 89 واقفين مع بعضنا. اليوم لنجا بتطلع على هالجلسة هون فيها إسلام ومسيحية سنة وشيعة وروم وأرثوذكس وعندي كل هالعالم، ليه ما هيدا النموذج نقدر نطوره؟ 60% من مجتمعنا تحت عمر 30 سنة، يعني هيدا هو مستقبلنا. هول إذا ما خليناهم يفهموا على بعضهم ونشوف لهم شو يلي بالاخر بشدوا لهالبلد بكون خسرنا البلد. من هون نحن شايفين اليوم الرياضي اللي عم نعمله والشباب، لانه هن المستقبل تبعنا، اذا نحن ما خليناهم يشتغلوا مزبوط ويحسوا انه فيهم الوحده وفي لهم مستقبل بهالبلد رح نخسر البلد. نعم، مثل ما تعودنا عليك بمواضيع اجتماعية وخاصة للشباب من ندوات حول البطالة وغيره، وكنا أخذنا مقابلة منك. شو فؤاد مخزومي وجمعية فؤاد مخزومي شو عندها شي جديد؟ نحن هلا عم نطلع لتمكين القدرات، يعني اليوم مثل ما بتعرفي في كثير عم بحكيك على بيروت بالذات، ما عندنا نحن نسبه الا 13% من موظفين الدوله، مع انه نحن العاصمه. الكلام اللي عم نسمعه من بعض المسؤولين ما عندنا القدرات اللي عم تتطور، نحن رح نساعد هالقدرات لحتى تفوت، وبنتمنى على السياسيين يعطون نفس المجال اللي بنعطى بغير محلات. مثل ذكرت السياسي حضرتك، هلا انا منا سياسي، انا بحكيك التطوير. نعم، ما بتحب ايضا السياسي، ما تقلي لا بتحب السياسي. خليني اقول لك رايك بمشروع الانتخاب اللي طلعوا فيه. والله يا ستي انا منيح انه طلع مشروع احسن من قانون الستين، بس انا بزعل على بيروت لما كان في عندنا 19 نائب ونحن كلياتنا فينا نصوت لهم. اليوم اسبونا اسلام ومسيحيه، 8 بما كانوا يسمى بالشرقيه و11 ما يسمى بالغربيه، حرام بعد 40 سنه نرجع لنفس اللغه اللي نحن شايفينها. نعم، فالمخزومي بدي كلمه منك لكل شاب عم يشوفك. انا بقول لكم هذا البلد في امل، لبنان حمسان. نحن مثل ما كان عندنا خيارات انه ضلنا بالله رجعنا لهالبلد من 20 سنه، بتمنى حطوا ايديكم ايدين بعضكم، عندنا انتخابات جايه، جربوا زلوا غيروا، هيدا مستقبلكم مش مستقبلنا. إذا قدرتوا تغيروا بالنتيجة فيكم تجيبوا أفكاركم ونغير هالطبقة يلي بنعتبرها إنه عم تشتغل لحالها مش بتشتغل لجنة. نعم، بعدك مرشح على الانتخابات صح؟ بالمبدأ إذا أنت بدك إياها بننسى، ما في مشكلة. يعني بعدك مرشح، شكرا لك. الله يخليك، الله يخليك، شكرا لكم، كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله تكون سنة بخير على لبنان، ونطلع بقى من هالجو المتطرف لجو إيجابي مش كلياتها مع بعض. نعم. أمين أبي يحيى المسؤول الإعلامي، عم نشوفك خلال شهر رمضان الكريم كنت بمؤسسة مخزومة أيضا، حضرتك إعلامي خبرنا شوي هيدي المؤسسات كيف تقدر تفيد المجتمع؟ طبعا دور الإعلام كتير أساسي بالنشاطات اللي عم تعملها جمعية بيروتيات ومخزومة فاونديشن وباقي الجمعيات اللي موجودة بلبنان يلي عم تهتم كتير برمضان. نحن رمضان عنا بمخزومة فاونديشن له نكهة خاصة لأنه نحن كل شهر
رمضان بكل سنة. هيدي للسنة السادسة على التوالي بنحتفل، بنجيب الناس بنقعدهم، في أكثر من 2000 شخص بشكل يومي بيجوا بيفطروا بهيدي القرية الرمضانية. دور الإعلام أساسي لنضوي على هودي النشاطات الحلوة اللي بتقربنا من بعضنا، بالإضافة لشغلة كتير أساسية نحن حنضوي عليها اليوم بالذات، دور المتطوعين يلي هن بيجوا ما بياخدوا مصاري بس بيجوا بيشاركوا بالطبخ بتعليب الأكل يلي بينبعث للأشخاص المحتاجين بشهر رمضان. فدور الإعلام كتير أساسي، وأنتوا دوركم كمان بهمنا نضوي على هيدا الإيفنت لنشجع الأشخاص كمان اللي بيشبهونا كمان يعملوا مثلنا لتكبر حلقة المساعدة لكل الأشخاص المحتاجين. نعم بعرفك اليوم عجوق شوي هيك، عندك كتير شغل، بس مثل ما بنعرف عنك حضرتك إعلامي قطعت بكتير مراحل لحتى تقدر توصل اليوم. اليوم وضع الإعلام برأيك باختصار؟ وضع الإعلام للأسف يعني المادة والمهنة بقي انحدار للأسف. أنا دائما بكتب عندي على الفيسبوك إنه الإعلام عنا عم بيتدهور، نوعية الأشياء اللي عم تنعرض، يعني المشكلة الكبيرة اللي أنا بقولها كمان لطلابي اللي بدربهم ميديا، إنه دور الإعلام هو يرفع الناس لعنده للرقي والثقافة والأشياء الحلوة والمفيدة. إعلامنا اللبناني بالتحديد عم ينزل، صار عم بيحط برامج مبتذلة، صار عم نسمع لأول مرة كلمات نابية وشتائم وإيحاءات جنسية ما كانت موجودة قبل، كرمال نضحك العالم وكرمال نجيب ريتينج. إذا بدنا نضلنا نفكر بهالطريقة إعلامنا رح يستمر بالانحدار، وهيدا مشكلة كتير كتير كبيرة. نعم هذا شيء ايضا مثل ما ذكرت حضرتك عم نشوفه على كافة البروباغندا اذا فينا نسميها. على كل حال انت تحربت كثير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على تويتر صار في عليك حرب لانك حكيت بالعنصريه، لانك ضد العنصريه. مواقع التواصل الاجتماعي كيف بتوصي الراي المواطن وكيف بتخلي كل مواطن يصير مراسل؟ انا ضد فكره كل مواطن مراسل. ليش؟ لانه المراسله وشغل الاعلام بده ناس محترفين، بده ناس يكون عندهم قدره يحللوا الخبر ويتاكدوا من مصداقيه الخبر قبل ما ينشر، بينما لانه اللي عم الناس العاديين هي اللي عم تنشر. قد ايه في شائعات انتشرت؟ اعطيك اكزامبل، الاسبوع الماضي انحكى بجريمه صارت بطبرجه، طلعت الجريمه مش بطبرجه ابدا، انطبلت العالم كلها، اضطر الامن الداخلي يوضح انه هيدي صور الامراه او الرجل اللي شفناهم بمنظر كثير بيوجع دم وقتل مش موجود بلبنان، مش بطبرجه، هيدا صار بكولومبيا او ببلد بامريكا الجنوبيه، مشان انا اكون بريسايس يعني ما اكون عم اقول عن بلد مش موجود. فدور الاعلام او العالم عم تنشر اخبار غير حقيقيه وبدون التاكد من مصداقيتها، فانا ضد فكره انه كل مواطن مراسل. اكيد لا، نعم، انما ما في قانون يا امين عم بيمنع هيدا الشيء ولا رح يصير. صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مباحه لكل العالم ومجانيه، صار كل واحد بيقدر يطلع ويحط المواد اللي بده اياها، يطلع بيشتم، بيطلع بيحرض، بيطلع بيسب على المسؤول. في فلتان على وسائل التواصل الاجتماعي عنا بلبنان غير مسبوق، وانا ببرنامجي على LBC دائما بطلع بحذر من هيدا الموضوع، انه انتبهوا يا شباب ما تنشروا كل شيء وما تتحرضوا، لانه وسائل التواصل الاجتماعي صارت جزء من CV تبعنا. يعني ممكن واحد ينضر بشغله، ممكن ينضر بالبلد اللي هو موجود فيها، ممكن ينضر اذا عم بيقدم على سفاره لانه بيكون كاتب شيء تحريضي، فلازم ننتبه على هيدا الموضوع. ما رح فوت معك بجدال اكبر، انت معجوق مثل ما ذكرت. بدي شو جديدك؟ شو جديدي هلا انا؟ وين بدنا نلاقي؟ وين هيك بنطلع على امين؟ ما في وين، لانه بعدنا عم نحكي، بس في شيء جديد ان شاء الله قريبا. نعم مثل ما تعودنا عليك، واكثر شكرا لك. شكرا لك، ثانك يو سو ماتش، شكرا، يعطيكم الف عافيه.